الاي او اس 18 صدر وفي تحسينات وتغييرات كبيرة على مستوى النظام. هذه القائمة فيها كل الأجهزة اللي تدعم هذا التحديث. في البداية بنركز على أهم التغييرات. أول شيء الصفحة الرئيسية، تقدر الآن تغير مكان أي أيقونة في أي مكان بالصفحة أو بالترتيب اللي تبغاه. وفي خيار جديد للتخصيص الأيقونات، لو رحت لخيار تعديل اضغط على تخصيص وبتجيك قائمة جديدة، منها بتقدر تغير ألوان الأيقونات وتخليها فاتح أو داكن، أو تختار مظللة وتحدد اللون اللي يعجبك، وهذا الشيء ينطبق على كل الأيقونات. وتقدر تكبرها وتصغرها، وفي خيار يخليك تختار اللون اللي تبغاه من الخلفية عشان يخلي لك الأيقونات كلها بنفس اللون. وتقدر الحين انك تقفل أي تطبيق وما يفتح معاك إلا بالفيس آي دي. وفي خيار ثاني يخليك تقفله وتخفيه، وراح تلقاه في مجلد جديد اسمه المخفية في مكتبة التطبيقات. مركز التحكم حصل على تغييرات وتصميم جديد، أشكال الاختصارات صارت دائرية. بنلاحظ فوق في علامة زائد عشان تضيف اختصارات بدل ما تروح الإعدادات، وأضافوا الزر عشان تطفي الآيفون. وتقدر الآن تغير أماكن الاختصارات وتغير أحجامها بنفس طريقة الصفحة الرئيسية، وصار في أكثر من صفحة للاختصارات، وتقدر تضيف اختصارات إضافية اللي تحتاجها وترتبها بطريقتك. وأخيرا تقدر تغير اختصارات شاشة القفل وتختار أي اختصار تبغاه. والحين يمديك تعدل على حجم الوجت من الصفحة الرئيسية وتتحكم فيه. وتطبيق الصور حصل على تصميم جديد، صار صفحة واحدة كاملة فيها كل المزايا. تقدر تشوف الصور كلها مثل السابق بالشهر أو بالسنوات، وتفرزها حسب التاريخ أو تفلترها، ولما تنزل تحت بتشوف كل الخيارات الجديدة مثل الصور للأيام الأخيرة والمجموعات المثبتة والذكريات وغيرها. وفي آخر الصفحة تقدر تخصص وتعيد ترتيب المجموعات أو تحذف المجموعة اللي ما تحتاجها. وأول ما تثبت التحديث راح تلقى تطبيق كلمات سر جديد. كلمات السر اللي كان في الإعدادات حصل على تطبيق خاص وجمعوا فيه كل كلمات السر الخاصة فيك. تقدر تنفذ كل شيء في السابق لكن بطريقة وترتيب أفضل، وتقدر تشوف كلمات السر للواي فاي وتنشأ كلمات سر جديدة لو حبيت. التحديث أيضا فيه بعض التعديلات لبعض التطبيقات والنظام بشكل عام. تقدر الآن تشغل موسيقى وانت تصور، وتفعيل هذه الميزة بيكون مع إعدادات الكاميرا، وبعدها تسجيل الصوت وتفعل السماح بتشغيل الصوت، وتقدر الآن أنك توقف التسجيل الفيديو أثناء التصوير. وصار في مؤقت لمدة 5 ثواني. وتطبيق الملاحظات صار في إمكانية تسجيل الصوت، إذا ضغط على زر المرفقات بتشوف خيار التسجيل. وتقدر تحل المعادلات الرياضية في تطبيق الملاحظات. وفي تطبيق الحاسبة أضافوا ميزة تحويل العملات، وهذه أهم التغييرات اللي صارت في iOS 18. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.